كان هو بيبقى عنده حاجز انفي، بيبقى عنده عظمه معوجه قافله جنب، مجرد ما تعمل لها عمليه او تعمل لها استعدال للحجز الانفي انت فتحت النفس خلاص. هي الام بتيجي تقول لك يا دكتور الواد ده ما بيسمعش، الواد ده سمعه تقيل، احنا بنده عليه ما بيردش. اهلا وسهلا بيكم، انا هشام حبيب واحنا هنا في ميديكا زون بودكاست، البودكاست الطبي الاول في مصر والوطن العربي. كتير بيعانوا من مشكله الشخير، المشكله دي ممكن توصل ان زوجين يتطلقوا، الزوجه مش مستحمله جوزها بيشخر، والاصعب لما الزوج يبقى سامع زوجته بتشخر. حقيقة احنا في مشاكل الاذن والانف نتاخر كتير عشان نعالج المشكله. مشكله الشخير تحديدا محدش بيعرفها الا لما الطرف التاني بيقوله، ان هو بيكون نايم مش حاسس. طيب عشان نعرف حل المشاكل دي زي ما دايما عودناكم كان لازم يكون معانا احد الخبراء في هذا المجال. خلينا نرحب بضيفنا دكتور مصطفى علي حسين، استشاري انف واذن وحنجره وجراحه الانف. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا هشام؟ عامل ايه؟ ازيك دكتور؟ مبسوطين ان حضرتك موجود معانا مره ثانيه. ربنا يخليك والله دكتور. دي مشكله ازليه. دخلت انت في صلب الموضوع على طول. فعلا المشكله، ودايما زي ما انت قلت كده بالظبط، البيشنت بيجي بتاخر. هو جاي خلاص بقى، هو بقى بينام في اوضه ثانيه، الراجل بقى بينام في اوضه ثانيه، مراته بقت بتنام في اوضه ثانيه، حصل مشاكل زوجيه واجتماعيه. مش عارفين ننام. لو حد في الشغل برضه بينام مع ناس هو مش عارفهم قوي، فبيفضلوا ده يعني الموضوع ملفت. حد مغترب ونايم مع اصدقائه او نايم، فالموضوع بيبقى اجتماعيا سيء. والشخير ده يعني اسبابه بالنسبه بتفنس بتبقى معتقده ان هي اللحميه، يعني عشان الاشهر في الاطفال موضوع الشخير او كده اللحميه، لكن هو الشخير في حد ذاته هو بقى مرتبط بسقف الحل اكتر، بيبقى في ترهل كده في سقف الحلق هو اللي بيعمل الشخير، بيجي مع الناس اللي وزنها زايد شويه. مشكله الشخير برضو ان هو من المشاكل اللي لحد ما حلولها يعني المريض هيخس وهيعمل عمليه، يعني ما فيش دواء، فموضوع عمليه فيزيائيه، هواء جاي من مكان واسع لمكان ضيق، بدا يحصل ذبذبات كده في سقف الحلق، ان هم بداوا يلمسوا بعض، بدا يحصل الموضوع الشخير، خصوصا لو الشخص نايم على ظهره. فساعات بنقول المريض نام على جنبك، طب نام على مخدتين، الحاجات دي بتريح شويه او بتقلل وبتقول له ايه ينزل في الوزن. لكن لا طبعا ساعات بنعمل عمليات كتير جدا في موضوع الشخير ده عشان خاطر الموضوع ده. دكتور طب نقدر نقول ايه التفسير العلمي يعني او الاسباب؟ يعني دلوقتي احنا بنلاقي في ناس بتشخر ده طول الوقت، يعني كل ما ينام ده بيشخر، ده موضوع مستمر معاه. وفي ناس تانية زي ما بنسمع كده تعبان قوي او مجهد جدا فشخر، يعني في شخر هو وهو نايم. فالحل بيكون ايه او ايه الاسباب اللي الموضوع كله في التون او قوه العضله بتاعت سقف الحلق نفسها. هي دي مع البلعوم، مش عايزين نقول كلام يعني الناس تبقى فاهمه، بس الناس عارفه يعني البلعوم عادي. بالظبط. سقف الحلق لما بيقعد يترهل كده مع البلعوم بيقعدوا يلمسوا بعض، هو اللي بيعمل موضوع الشخير. نفس فكره كانك جايب ورقتين كده وبتنفخ بينهم فبيفضلوا يلمسوا بعض، لما تبعد بينهم ما بيلمسوش بعض، هو دي الفكره كلها. فاللي هو تشتغل طول اليوم ده وتعبان وبيشخر وهو نايم، يقول لك ده نام وشخر من كتر التعب. صحيح. بتبقى العضلات نفسها لا تعبانه، فالتون في العضله نفسه ضعيف شويه، فترهلت عماله تروح وتيجي، وده شيء مؤقت. لكن لا طبعا الشيء المرضي اللي هو ان هو بيشخر على الدوام، في بقى الحاجه اللي تقلق اكتر او المرحله اللي بعد كده ان هو بقى بيتخنق وهو نايم. يجي المريض يقول لك لا ده بيتخنق، ده بيشخر بعدين فجاه يقطع النفس، وتلاقي المريض بيصحى كده، تلاقي مراته جايه تقول لك ده بيصحى وهو نايم، ده بيتخنق، بيحصل زي ما شهقه كده. بالظبط. ويصحى من النوم من كتر الموضوع بيبقى دي من الحاجات اللي هي لا ما بيتخنق وهو نايم، ده بيقطع نفس. فدي من الحاجات فعلا المريض بيخس، الموضوع بيوصل لخطوره، مش بس مجرد صوت وان انا متضايق ان هو بيشخر، لا بيجي لا الموضوع بيبقى ريسكي فعلا ومهم. يعني يمكن برضو في دراسات قالت ان اكتر من 90% بيعانوا من مشاكل اعوجاج الحاجز الانفي. فحابين برضو نعرف الناس ايه الحاجز الانفي وايه حالات اعوجاجه. يعني الحاجز الانفي فعلا يعني نسبه كبيره جدا، 90 ده رقم كبير قوي، يمكن ممكن 50 او 60 يعني مثلاً. يعني انا الحقيقه كان نعمل تشيك لقينا ان في 90. هو ما بيبقاش سنتر اللي في النص كده 100%. الفكره كلها، وناس كتير يقول لك انا عندي الحاجز الانفي، وفعلا وناس كتير عندها الحاجز الانفي. الفكره كلها الحاجز الانفي ده عظمه موجوده في نص المناخير، غضروف، جزء منه غضروف جزء منه عظمه، بيبقى موجوده في نص الانف، يحصل فيه اعوجاج، يا اما خبطه وانت صغير يا اما عيب خلقي، ما يفرقش معايا قوي طالما مش عامل كتمه. اللقطه كلها هل هو عامل اعراض او مش عامل اعراض. عامل كتمه مخليك بتتنفس من جنب واحد، دايما حاسس ان في جنب بيكتم عن جنب، ما بتاخدش نفسك كويس من مناخيرك. مشكله مشهوره الناس تقول انا بحس ان فتحه واحده من مناخيري هي بتنفس منها. ايوه بالظبط كده. وبيرجعوها ان هي مثلا ممكن نوع من انواع البرد، بس الموضوع ممكن يكون ليه طبعا ده بيفضل ممكن طول الوقت يقول لك انا عندي جيوب الانفيه، انا عندي جيوب الانفيه،
وهي كلمة الجيوب الأنفية دي برضو كلمة عامة يعني كده، هو مش دي قصة كبيرة عايزين نتكلم فيها لسه في الحلقة يعني هي لكن هو بيبقى عنده حاجز أنفي، بيبقى عنده عظمة معوجة قافلة جنب، مجرد ما تعمل لها عملية أو تعمل لها استعدال للحجز الأنفي أنت فتحت النفس خلاص، حلها بسيط، لكن هو بيفضل يشتكي أو يبقى حاسس إنها مشكلة، لكن هي الموضوع كله بيبقى في البيرمننت نيزل اوبستراكشن، يعني فكره ان هو مناخيره مكتومه على طول معظم الوقت. دي عظمه قافله مناخيره بيعملها بيبقى كويس، حد ما بيشتكيش ما تعملهالوش طالما لان هو ممكن ساعتها ما يحسش بالفرق. يعني في ناس يقول لك احنا عملنا الحجز الانفي يا دكتور وما تحسنناش، يعني شوف هو جابها لك بالعكس. لا، انت ممكن كانت شكوتك حاجه تانية، كان عندك حساسيه مثلا التراب والعفار بيتعبك، فانت سي كشفت عند حد قال لك ده انت عندك الحجز الانفي معوج، قال لك طب اعمله، طب فانت عملته في اعتقاد ان انت مشاكلك هتحل لك مشكله، لكن لا هو بيعالج الانسداد، انا مناخيري مكتومه هتعملها تتنفس وحاجه جميله ونتائجها حلوه كمان. من المشاكل المعروفه برضو تضخم الغضاريف، فدي برضو يعني حابين الغضاريف دي او الناس فيه القرنيات، هي نفس الاسم او نفس المعنى، الغضاريف السفليه او القرنيات السفليه دي من انسجه الانف اصلا، ودي مسؤوله عن تنقيه الهواء وتدفئه الهواء هو داخل الانف. احنا ممكن نوضح بشكل مبسط تشريح الانف يعني عامه، يعني الانف دي جواه الحاجز الانفي او العظمة اللي تبقى في النص، ده الغضروف حاجز الانفي، وجنبها القرنيات او الغضاريف، في غضاريف سفليه وفي غضاريف وسطى وفي السوبيريور تيرمنت، دي الغضاريف العليا. بشكل اساسي بتبقى الغضاريف السفليه هي اللي عامله المشكله، او القرنيات السفليه هي اللي عامله المشكله. هي بتكبر مع التراب والعفار وتغيير الجو، بتكبر تبدا الشخص يشتكي ان مناخيره كتمت، بياخد علاج بتصغر. لو المريض وصلت الغضاريف دي انها ما بتستجبش للعلاج، او ان هو بياخد بخاخات او بياخد حاجات ومش راضي ان هو مناخيره تفتح، لا ده خلاص الغضاريف دي وصلت لمرحله انها ما بتفتحش بالعلاج، فساعتها بتعمل حاجه اسمها تصغير الغضاريف، عمليه تصغير الغضاريف، وبتبقى مرتبطه كتير بالحجز الانفي. الحجز الانفي بيبقى معوج على ناحيه قافل جنب، فالمريض بيتنفس على الجنب التاني فكانه بيحمل على الجنب التاني اكتر، فالغضاريف بتكبر، فتلاقي المريض يقول لك انا عملت الحجز الانفي والغضاريف دايما مقترنين ببعض. في ناس ما بقاش عندها العظمه معوجه، بتبقى الغضاريف بس هي الكبيره وخد علاج وما صغرتش، فبيعمل تصغير جزئي للغضاريف، بنسيب الجزء المسؤول عن تدفئه الهواء وتنقيه الهواء وبنصغر الجزء المسؤول عن النفس. هل الغضاريف ما بتكبر عشان زي ما حضرتك قلت التراب وعدم نقاء الهواء، يبقى نوع من انواع الدفاع يعني بشكل دفاعي؟ بالظبط، فعلا هي بتكبر نتيجه انها كانك يعني حصل لها تهيج، تعرضت لحاجه معينه وهي من خطوط الدفاع، تراب داخل، عفار داخل، ودي فايده، دي فايده اساسيه للشخص اللي بيتنفس من مناخيره او يكون بيتنفس من مناخيره، ان هو بالظبط بيتنفس من بقه على طول، ده على طول عنده مصدر مشكله على طول، زوره وجعه على مناخيره مكتومه على طول، ده فبيتنفس من بقه، ده على طول عنده مشاكل في زوره، زوره ناشف، صدره والتهابات بالظبط، لان هو مش مستفيد بالميزه الاساسيه بتاعه الانف اللي هي التنفس وان هو تنقي الهواء. لكن لو وصل لمرحله من الكتمه المستمره، ودول بيبقوا ماشيين على النقط، تلاقي المريض مرتبط بالقطره بقى، مش البخاخه، القطره ده يحط قطره حاططها تحت المخده، حطها معايا في الشنطه، في جيبه، ماشي يحط القطره ليه؟ هو مكتوم، حط القطره يتنفس. ده في الغالب بيبقى عنده سبب دايما كاتمه، لكن هو رابطها بان انا ما بخفش او الجيوب الانفيه بتاعتي ما بتخفش، لكن هو محتاج يعمل عمليه هيتنفس وهتحل له مشاكل كتيره جدا. لكن الناس ما بيبقاش عندها بقى غير لما تكشف يعني، عشان كده زي ما قلت بيتاخروا، صح؟ طول الوقت يقول لك انا تعبان بقالي سنتين ثلاثه اربعه، بس طالما ماشي بقطر او حاجه خلاص انا الدنيا تمام بالنسبه له، لكن بالزبط. هو مش عارف اصلا ايه سبب المشكله ده حقيقي، ده حقيقي، ممكن مشكله صغيره زي ما بقول لك، الحاجات دي تعتبر حاجات صغيره، حجز الانف والغضاريف دي عمليات صغيره يعني. طب هو هنا يا دكتور الحل الوحيد هو الجراحه ولا لا ممكن الادويه تيجي؟ لا بياخد ادويه مره واثنين وثلاثه وما بتستعجلش عليه، خصوصا انت بتلاقي المريض اصلا يعني مكتوم من زمان، يعني تلاقي الحجز الانف ده هو بيشتكي من زمان زي ما قلنا، فمبقاش فيها ارجنت، مبقاش فيها الاستعجال بتاع العمليه ده، بس تبقى ليك وجهه نظر، ساعات بتبقى شايف ان المريض ده مش هيخف الا بالعمليه، لا انت مكتوم جامد او خدت علاج اوريدي مني او من حد تاني وما خفتش، فانت مكتوم، فلا انت محتاج. ساعات المريض ما بيبقاش عايز يعمل، فبتقول له تفضل تشتكي، لكن فعلا لا لما بتعملها بتفرق جدا في النفس جدا، المريض يحس فعلا ان هو خف. دكتور من الحاجات المشهوره ان اللي عنده شخير لو عمل لحميه خلاص الموضوع بيقف، هل فعلا عمليه اللحميه هي الحل الوحيد للشخير؟ في الاطفال يمكن ده السبب الاساسي في الاطفال يمكن، لكن احنا قلنا ان الشخير ده هو عمليه فيزيائيا الهواء جاب مكان واسع لمكان ضيق ومرتبط بالانف والحل، ودي التركه دايما، واحد يقول لك انا عملت اللحميه دكتور لسه بشخر، فطب او انا عملت اللحميه وانا صغير وانا دلوقتي بشخر، فلا، فانت المشكله عندك مش في اللحميه بس او مش في الانف بس، في العموم، وان كانت الانف سبب طبعا من اسباب الشخير،
وساعات بتعمل الانف الاول وبعد كده بترجع تعمل عمليه سقف الحلقه او حاجه اسمها شد سقف الحلق. قصه كبيره الشخير في اللسان ساعات بيبقى كبير بيشخر، واحد رقبته قصيره فبيشخر يعني في اكتر من عامل مسؤول عن الشخير بالظبط. فهو بقى شايف دكتور حمانوي اللحميه وبيشخر فبتلاقي لا ان هو وزنه مليان مثلا. وفكرتني والله بنت امبارح ست امبارح كانت عندي قالت لي دكتور حمانوي عندك العمليه من سنه والبنت لسه بتشخر. فانا برضو الصراحه اتضايقت يعني ليه يعني مع ان انا عامل لها عمليه وبتاع. فقلت لها هي مليانه؟ قالت لي اه مليانه جدا. قلت لها طيب ورقبتها قصيره كده؟ قالت لي. قلت لها هتلاقي اللوز ما شلناهاش او هي عملت لحميه بس؟ قالت اه فعلا. قلت لها هتلاقي لوزها كبيره يعني. ففعلا قالت لي ان كل ده موجود. فقلت لها ايوه ده مشاكل تانية. مشاكل تانية انا مش العمليه لا قدره فيها مشكله، لا هو صح. فعلا في مشكله تانية عامله الشخير لكن الناس مش عارفه الموضوع ده. يعني الناس يعني السائد انا عملت اللحميه المفروض الشخير خلاص يقف بالزبط. على الرغم ان الموضوع اشهر في الاطفال زي ما قلنا في الاشهر في الاطفال، فعلا لما الطفل بيعملها لا بيتحسن لكن في الكبار الموضوع مش كده. هل ممكن يبقى في تكرار للمشكله بعد عمليه الحاجز الانفي؟ المشكله دي بقى حاجتين، يا اما المشكله في العمليه نفسها. في ناس كتير يقول لك انا عملت الحاجز الانفي ده مثلا ورد او الحاجز الانفي رجع تاني. لا طبعا ده غضروف اصلا. انت بتستأصل، هو العملية اسمها استعداد للحاجز الانفي لكن فعليا انت جوه العملية انت بتشيل الحتة المعوجة فما ينفعش انها ترجع تتعوج تاني او تبقى موجودة. لو موجودة يبقى ده ديفكت في العملية نفسها او من الاول ان انت اخترت المريض الغلط. يعني مريض اصلا كان عنده حساسية او ما بيشتكيش او ما عندوش كتمة، عنده بلغم بقى بينزل من مناخيره على زوره، عنده شكاوي تانية غير ان هو مكتوم. فانت كشفت عليه لقيت عنده الحجز الانفي، قلت له طب نعملك او المريض يعني عمله بشكل ما، فيجي يقول لك انا عملته يا دكتور وانا ما ارتحتش او ما استفدتش او كده بسبب ان الشخص ده ما كانش انسب له العمليه. انت ما ضرتوش بس هو ما استفدش. دكتور خلينا نروح لمنطقه تانية وهي الاذن وضعف السمع. يمكن المشاكل والمسببات بتبقى كتيره جدا. طيب من قبل ما ندخل في المشاكل ضعف السمع، يعني ممكن برضو بشكل مبسط نعرف اللي بيشوفنا اللي بيسمعنا تركيب او التشريح بتاع الاذن بيبقى عباره عن الاذن هي متقسمه اذن خارجيه اللي هي صوان الاذن لحد الاذن قناه الاذن الخارجيه، الاذن الوسطى دي الطبله وجواها العظيمات بتاعه الاذن هم ثلاث عظمات صغيرين كده بدون يعني تفاصيل كتير، وبعد كده الاذن الداخليه وهي دي اللي فيها القوقعه ودي المسؤوله عن الاتزان والدوخه. ناس كتير يقول لك انا عندي الاذن الوسطى في اعتقاد جدا ان هو دايخ، دي الاذن الوسطى لا هي الاذن الداخليه هي المسؤوله عن الاتزان. ده الشكل التشريحي كده ببساطه يعني عن الودن، يعني هي طبعا مسؤوله عن السمع. من المشاكل المشهوره جدا فكره ثقب الطبله، فحابين نعرف ايه اسبابه وايه اللي بيؤدي لده وعلاجه، هل علاجه سهل ولا الموضوع خطر؟ ثقب الطبله ده بنشوفه في الاطفال الصغيرين، في اطفال بعد دور برد في الغالب تلاقي ودنه دور برد يعني ممكن يوصل له دور برد قعد فتره طويله في قناه ما بين المناخير والودان اسمها قناه ستاكيوس، دي اللي بتوصل في الاطفال الصغيرين بتبقى القناه دي قصيره وعريضه فسهل قوي ان الودان الطفل بالذات تتاثر بعد ادوار البرد، وتلاقي الام سايباه الواد طول الوقت مناخيره مكتومه هي مسايباه، فجاه تلاقي ودانه تقول لك ده ودانه جابت صديد. ده الودن جايبه صديد. الدور لم بيبقى في الاول بيتلحق يعني اهم حاجه تحافظ على الودن ناشفه. الشخص اللي ودانه بتجيب صديد ده بتخاف طبعا او بيبقى سبب اساسي انه ممكن يبقى فيه ثقب، بتنظف الودن كويس بتدي علاج تحافظ على الودن ناشفه الثقب ان شاء الله بيلم. ده اهم الاعراض ان ودانه يجيب صديد ولا في اعراض تانية؟ ان هو مش سامع، ساعات يجي لك يقول لك انا مش سامع بس هو من الطفل سنه اصغر ومش يعني مش يعرف. لا اشهر حاجه ان ودانه بتجيب صديد. اشهر بيبقى جاي لك ودانه بتجيب صديد. انت مش ساعات ممكن تقول اهله ممكن لا، لان انت عارف ان الثقب اللي لسه حاصل قريب ده بيلتئم بالظبط. ده في الاطفال عندك في الكبار يعني ممكن واحد يتخبط كوره مثلا خبطت ودنه فيجي يقول لك انا مش سامع، انا ودني دي سمعها تقل. واحد في خناقه واخده اتضربت من جوزها مثلا بقلم جاي ما بتقولش على فكره. تيجي تقول لك انا ودني مش سامع بيها، ما بتقولش السبب. ما بتقولش السبب يعني ماشي الموضوع محرج طبعا او اي حاجه. بتبص بتلاقي بقى الطبله فعلا فيها ثقب، انت بتقدر تعرف ان الثقب ده لسه قريب عليه دم او حاجه فيه له كاركتر معين، فانت خلاص الثقب اللي لسه حاصل ده لا ده طول ما الودن ناشفه ان شاء الله هيلم. لكن لو واحد اهمل فيه او ودنه بتجيب صديد وهو عنده ثقب من زمان وما تعالجش فودنه عماله تجيب صديد، لا ده بيفضل عنده مشكله دائمه مع الميه بالذات مرتبطه بالميه. هو بيبقى خد على ان هو مش سامع كويس بالودن دي، بس بيجي لك دايما لما ودنه تجيب صديد. ودايما ثقب الطبله اللي بقاله فتره طويله ده بيتعمل له عمليه، اللي بقاله فتره وما تعالجش ده بيتعمل له عمليه ترقيع طبله. وفي نقطه مهمه في الحته دي،
يعني هو يقول لك انا بقالي كتير يا دكتور ودني مخرومه يعني، فطب ايش معنى جاي تقول دلوقتي ترقيع؟ احنا بنخاف. هو بيحس بايه على مستوى السمع؟ بيبقى فقط سمع في الاذن دي ولا اقل؟ لا يعني لو رجعنا تاني بقى لوظيفه الاذن، الطبله هي بتتحرك فبتوصل الصوت. كون الطبله مخرومه فهي معناها انها ما بتوصلش كويس، فالصوت تقل او ضعف، مش فقد الصوت يعني ما بقاش مش سامع، لا هو سامع بس مش زي الودن التانية او مش زي الودن السليمه. إيه هل الجيوب الانفيه برضو ليها دور هنا في ثقب الاذن؟ الجيوب الانفيه في زي ما قلنا مشكله قناه الستاكيوس دي اللي هي القناه اللي ما بين المناخير والودان، دي جزء اساسي. لو الانف فيها مشكله مستمره او دائمه ومرتبطه اكتر على فكره باللحميه، لان اللحميه بتبقى موجوده عند فتحه قناه الستاكيوس دي، فدي دايما بتعمل مشاكل، فانت لازم تبقى تحل مشكله الانف، لان الانف مسؤول عن تهويه الاذن. فالشخص اللي مناخيره كويسه ودينه تبقى كويسه احتاج يعمل فيها عمليه، خلاص هيعملها، بس طول ما مناخيره كويسه فان شاء الله العمليه تبقى كويسه وناجحه. يعني موضوع حضرتك هنا قلت ان لو الثقب في اوله ممكن يلتئم، يعني لو الموضوع متطور بنحتاج نعمل ترقيع للطبله. طيب قبل يعني لو ما بين الحالتين دول، يعني احنا بيبقى فيه علاج او انواع قطرات او كده؟ بيبقى فيه قطرات امنه مع الثقب، المريض بيبقى عارفها، بيبقى ممنوع ابدا ان هو يدخل في ودانه ميه، وبياخد علاج التورمات وعلاج اذا كان فيها وجع او حاجه، في الغالب ما بيبقاش بتوجع على قد تقل السمع، وبنستنى من اسبوع لست اسابيع المفروض ان الطبله تلتئم ساعتها، وتقريبا 90% بيلموا. الناس اللي اتخبطت او لسه مخرومه حالا دي في الغالب بنسبه كبيره قوي بيلموا، لان الثقب ما بقاش كبير. يعني دكتور دلوقتي المريض حس ان هو عنده نوع من انواع الضعف في ودان واحده او الاثنين وعايز يتحرك، هو ما عرفش بقى سواء ده حادث او حاجه حصلت من غير اي مشكله يعني، فعايز يتحرك. هل التشخيص من خلال الطبيب بيبين ان هو كده عنده ثقب او يعني طبعا التشخيص العادي؟ اول حاجه والسبب الاشهر على فكره ان هو شمع بتاع الودان. الشمع دي يعني حضرتك لفت نظري النقطة ان احنا يعني موضوع التنظيف بقى يعني دي قصه تنظيف الودن. هو دكتور ما تغسلهاش اصلا، ودني اتعود على الغسيل. جمله يا لهوي بنسمعها دايما بقى. يعني ايه انت تيجي تقول له ودنك فيها شمع هنغسلها؟ طيب بقى بيسال بقى الناس اللي حواليه، يجي لك في العياده يقول لك يا دكتور لا احنا مش عايزين نغسلها، اصل احسن ودنه تتعود على الغسيل. هو الشمع ده طبيعي فسيولوجيا موجود في جسمنا، وهو بيدافع عن الجسم، ساعات بيدافع عن يعني بينظف الودن او كده طبقه حمايه، لكن ساعات الشمع بيبقى زايد، تكوين الشمع زايد. واحد بيشتغل في مكان فيه تراب كتير او ميه كتير او حاجه بالظبط، او بيبقى فيه اسباب تكتم الودن اكتر، فبيحتاج ان هو ينظف ودنه، او واحد ودنه بتبقى ضيقه المفروض الودن بتطرد الشمع ده بره لوحدها، في واحد ودنه بتبقى ضيقه او افراز الشمع عنده كتير، فهو بيحتاج ان هو يغسل ودنه كل شويه، فبتلاقيه بيغسل ودنه كل شويه. فدايما بقى يقول لك انت عشان غسلتها في الاول فانت بتغسلها كل شويه. هي لا مش كده، هو راجل محتاج، مش غسيل كلى يعني. لا هو محتاج يغسل كل شويه، فبيجي يغسل كل شويه، ده مش مريض اصلا صح. ده وبيخف، هو حاجه جميله جدا على فكره. يعني انا بتحب المريض يبقى ودنه فيها شمع، لانك هتشيل الشمع هيسمع. لكن بتيجي بقى للحاجه التانية، لو بصيت في ودنه ما لقيتش شمع، في ثقب او حاجه، ده خلاص ده بتقول له بيعمل حاجه اسمها رسم سمع عشان تعرف بالظبط بالارقام الراجل ده سمعه لحد فين، وبتطمن على ودنه التانية برضو اخبارها ايه، ان كان هيعمل فيها عمليه او حاجه الثقب. في بقى حاجه ثالثه، موضوع بقى حاجه اسمها تيبس عضمه الركاب، برضو دي حاجه يعني بتلاقي الطبله سليمه، انت بتلاقي الطبله سليمه في الكشف، لكن عضمه الركاب المفروض بعد الطبله، ورا الطبله وانت مش شايفها، تلاقيه جاي يقول لك انا مش سامع وانت شايف الودن سليمه. فبتقول له لا، روح اعمل بقى حاجه اسمها مقياس سمع او رسم سمع. مقياس سمع ورسم سمع بيديك جزء كبير، بيجيب لك تقل السمع ده جاي من ايه. في ان العصب نفسه ضعف، ده بقى خلاص ده في الاذن الداخليه. العصب نفسه ضعف، ودول ناس بيحتاجوا سماعات او كده. وفي لا ضعف توصيلي، ان الطبله كويسه، لا طب ده العظم ما بيوصلش كويس. فبيبقى في حاجه اسمها تيبس عظمه ركاب، ودي من الحاجات اللي برضو بتحتاج يتعمل لها عمليات. في ناس بتخاف منها، هي تعتبر عمليه دقيقه جدا، يعني عظمه دي تعتبر اصغر عظمه في جسم الانسان. عظمه الركاب دي بتستبدلها، يعني بتشيلها وبتركب جهاز. بالظبط، تركب جهاز مكانها بحيث المريض يسمع. المريض من العمليه دي بتبقى ناس بتخاف منها شويه، لكن لا بتدي نتائج كويسه، يعني اتعملت كويس بتدي نتائج كويسه جدا. ومن الحاجات المشهوره موضوع التنظيف الخارجي للاذن، فالموضوع ده برضو حساس شويه، يعني في البعض بيخاف منه
لدرجه ان هو ممكن ما يوصلش ان هو ينظف الاذن، ممكن ينظف الصوان بس من بره، لكن لكن يخاف مثلا من استخدام القطن الطبي ده. وفي البعض بينظف بنوع من انواع الهوس يعني بزياده، مفتاح كده تلاقي ماسك مفتاح وعمال يهرش في ودنه شمع، ف ده حقيقي. ايوه على حد زي ما حضرتك قلت ده خطر جدا، ده ده غلط. وعلى فكره احنا حتى الودانات احنا كدكاتره الانف والاذن ما بننصحش بيها، شوف هي موجوده وبتعرف الصدريات وكل حاجه، لكن انا ما بقولوش ابدا اهرش في ودنك. الطبله بتنظف نفسها بنفسها. انت في اكلات خد بالك ساعات الموضوع بيبقى عاده، عاده سيئه كده ان انا كل يوم الودانه مع الشاور مثلا ماشي يعني بتقول له تمام، طالما بصيت في الودن ولقيت ان الودن يعني ما فيهاش فطريات او ما فيهاش حاجه قويه تستدعي الاكلين، فبتقول له دي عاده سيئه بس انت بتحاول تقللها. يعني هو عمره ما الهرش بيحل المشكله، الهرش بيجيب هرش دايما، يعني الاكل الهرش بيجيب هرش. فلا فانت مشهور موضوع الهرش اكلين دكتور اكلين ودني بتاكلني ده على طول كده، ممكن بعد الشهر مثلا الميه نفسها عادي ودني. انا بقول ما تدخلش حاجه من بره لجوه، قطنه عادي جدا ونظف ودنك من بره كده، يعني نيل راسك كده ونظف ودنك خلاص، بس ما تدخلش حاجه ابدا. يا حضرتك ضد ان ندخل الودانه وكمان بالذات بشكل زياده؟ طبعا طبعا، حتى احنا في تنظيف الودن بتاعنا يا اما انك بالشفاط بتشفط الشمع او بتنظف الحاجه اللي في الودن او بالغسيل، لكن احنا ما بنستخدمش الودانات. وحضرتك بتشوف ان الغسيل ده او حضرتك بتنصح ان الغسيل ده يكون عند دكتور مش ما حدش يسافر البيت؟ طبعا طبعا. في معتقدات كده اغسل ودني في البيت زيت زيتون كده وبيحطوا في ناس بتعمل حاجات كده دخل حاجات الودان زمان بقى يبدو ان هما كانوا بيعملوا الحاجات دي. لكن لا طبعا طبعا، هو انت الاذن هو اللي يغسل الودن، انت ما بتغسلش مهما دخلت فيها ميه، هي مش هتغسلها، دايركشن معين، اتجاه معين، اله معينه اصلا مش يعني، فلا طبعا احنا نغسل ودان. يمكن من الحاجات اللي بقت مؤخرا طبعا هي التكنولوجي ظهرت وكانت موجوده من فتره بس اتطورت كمان، فكره سماعات الاذن او الايربودز. هل هي بتاثر على السمع فعلا بما انها بالذات السماعات اللي هي الصغيره اللي بيكون فيها جزء سيليكون وبتدخل في الاذن، هل ممكن تاثر على الغضاريف الخاصه بالاذن تعمل مثلا نوع من انواع الالتهابات او الالم، وهل بتاثر على السمع؟ ممكن في الاستخدام الزائد عن حده طبعا. في الاستخدام الزائد عن حده، هي فكره انها يعني مخصصه بتدخل جوه الودن، انت مش سامع، انت مش فرح مثلا وسامع دوشه، لا انت حاطط سماعه بتعمل عزل توتر الكل الصوت داخل في ودنك، ساعات بتضرب بعض الترددات كده زنه، تعمل زنه في كتر الاستخدام ده. بص دايما سوء الاستخدام هو اللي بيعمل مشاكل. يعني هي وهي مثلا على فكره حاجه بتمنع الشمع ان هو يطلع بره الودن للناس اللي لابسها على طول مثلا. فاهمني؟ خصوصا احنا بنشوف طبعا في الشباب دلوقتي، يعني يمكن الموضوع ده كل اللي بيسمعنا هيلاقيه منتشر بشكل كبير، النسبه كبيره جدا من الشباب دلوقتي ماشي بالسماعه ما بيشيلهاش. انا ما بقولوش حاجه في العادي، في العادي ما بقولوش شيلها الا اذا ودانه بتعمل مشاكل. انت ودنك حساسه مثلا، فانت لا طب امسح السماعه او امسح الايربود مثلا كل مره، لان ودنك كان فيها فطريات او حاجه فهي دلوقتي على الايربود، فانت ترجع تلبسها تاني. فاهمني؟ مثلا ودنك فيها شمع فانت عارف ان الايربود بيمنع الشمع، لكن لو واحد ما عندوش مشكله هي مش تعمل له مشكله. بمناسبه الزنه برضو انتشر مؤخرا فكره ان حد يسمع زن او اللي هو بنسميه طنين الاذن. ده موضوع بقى ناس كتير تشتكي منه، انا حاسس ان وداني فيها زنه كده وبالذات بتبان بعد ما الواحد يكون مثلا خلاص خلص شغله وروح بالليل خالص والدنيا هوس فسامع بقى صوت ده. فايه موضوع الطنين ده؟ شفت سالته سؤال بقمه السهوله لكن هو سؤال صعب جدا. والوش ده المريض لما بيدخل لك انا ودني بتوش، لا شكوى تقيله، شكوى تقيله على المريض وعلى الدكتور، رغم ان هي مش خطيره خالص. يعني يكاد يكون 90% من الوش كلها اسباب سهله وبسيطه، لكن هي حاجه رخمه جدا. خلينا نقول ان الوش ده اسبابه كتير قوي. في كذا فحص بنعمله، رسم سمع مثلا بيعمل رنين، ما طلعش حاجه خطيره، ما طلعش حاجه من الحاجات الخطيره اللي هي نسبها قليله اصلا، يعني نسبه قليله ان يكون في مشكله خطيره. فبيبقى ان الودن بقى بتوش نتيجه حاجات تانية، خد بالك ممكن حاجات تانية هي اللي تعمل الوش. كوليسترول، مشاكل في الرقبه، واحد سكره مش متظبط، ضغط. المشكله مش في كده، اسباب المشكله ممكن تكون علاقه دايركت بالاذن. يعني هو جاي يقول لك، هو مش جاي يقول لك رقبتي بتوجعني ولا متضايق من الكوليسترول، هو متضايق ان ودنه بتوش صوت. فحتى لو راح دكتور البطنه يقول له تمام انا بعالج الكوليسترول، روح بقى لدكتور انف واذن يشوف لك الوش. فهو ادراك المريض الاول ان الوش ده مش حاجه خطر، مش ورم، مش حاجه وحشه، مش حاجه في المخ، مش حاجه هتخرج من ودنه. يعني فكره الادراك ان هو يعرف بس الموضوع ده، الموضوع على قد ودنه بتزن، ممكن يكون هو بيتعرض لدوشه كتير فودنه بتيجي بيه عامل زي تنميل الرجل كده وكانه ودنه بتزن، ان هو يقدر يتعايش مع الموضوع. لان زي ما قلت لك انت ممكن تدخله في بحر فحوصات
ملوش اخر ويبدا المريض يتوهم كل شويه من دكتور لدكتور، حاسس ان الموضوع عمال يدور على وهو الموضوع مش كبير. فانت لازم الاول تطمن المريض الموضوع مش كبير، زي ما انا بتعمل فحصين كده في الاول على فحوصات نعرف السبب، الموضوع بس مش خطير خلاص. لا انت 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 بس ساعات من المريض شغل حاجه جنبك، يعني بتعمل له ماسكينج، يعني ساعات بيبقى حل من حلول المريض بيلبس سماعه يقول لك ليه يا دكتور انا بسمع، هتقول له كانك هتغطي على الوش. فكره تعايش، يعني فكره انك انت رينج، بنسموها رينجنج اير، في ناس بتسميها رينج اللي هي ودنك بترن، انت مش مريض وده مش مرض، ودنك بتوش ويجي يقول لك انا مش عارف انام، انا سبب له انا متعصب او كده. لا عايز اقول لك بره، يعني بره لا، ممكن يحول المريض لحد سايكاتري، تخيل يحول لحد نفسيه. ليه؟ لان هو شايف ان الزنه ده ما يعملش ارق، لا روح خد علاج للارق. طبعا الموضوع ده تقيل في مصر، بس احنا بنشرحه للناس والمريض لما يفهم ان هو مش خطير فيبدا لحد ما يتعايش معاه، مش عامل مشكله وظيفيه اهم حاجه خلاص. بالظبط. طب انت مش عارف تنام، لا ممكن ناخد حاجه مهدئ او حاجه تنيمك خلاص، وساعتها المشكله بتبقى احسن كتير. يعني من الاسئله برضو اللي بتيجي كتير في الجزء بتاع ارتشاح السوائل، فده برضو حابين نعرفه، حابين نعرف برضو تشريح الاذن الوسطى. ارتشاح السوائل او ميه ورا الطبله، او عنده ارتشاح ميه ورا الطبله، ده مصطلح بنسمعه كتير. يعني انا هحكيه بشكل الحاله وهي داخله عليك بتيجي عامله ازاي. هي الام بتيجي في الغالب بيبقى طفل، في الغالب بيبقى طفل كده 3 4 سنين لحد 7 8 سنين، تقول لك يا دكتور الواد ده ما بيسمعش، الواد ده سمعه تقيل، احنا بنده عليه ما بيردش. دايما دي الشكوى اللي الام بيجي بيها، ما بتجيش بوجع، بيجي بتقلب السمع، تيجي تبص في الطبله تلاقي الطبله كويسه لكن وراها سوائل، الطبله بتبقى مزقوقه بيبقى لها شكل معين بسبب زي ما قلنا القناه اللي ما بين المناخير والودين، جزء اساسي بيبقى اللحميه جزء اساسي منها، اللحميه هي بتبقى بتقعد تشكل افرازات تدخل ورا الطبله، تقف ورا الطبله فتعمل تقل في السماء. الودن مش مكتومه من بره شمع، الودن مكتومه من جوه، من جوه. فدي حاجه بناخد لها علاج يمكن لفترات طويله عادي، وساعات حلولها انك بتبقى بتشيل اللحميه عشان تفتح القناه اللي بين المناخير والودان، ساعات بتوصل لحاجه اسمها شفط للميه او تركيب انابيب هوائيه. الميه ورا الطبله بتبقى نشفت قوي، وصلت عامله زي الجلو او الصمغ، ماده تقيله، فبتحتاج ان انت تشفطها، وساعات تركب انابيب هوائيه كده عشان خاطر لو في افرازات تانية اتكونت تطلع، والانابيب بتقع. بس تلاقي الام كده ايه اتخضت، يعني الولد بيبقى جاي في دور برد وهي سايباه عادي، ما الولد طول الشتاء اصلا مناخيره مرشحه، بس فجاه بدات تاثر على ودانه وفجاه بقى مش سامع فتبدا تتحرك بيه. تحتاج بتقول نقطه مهمه جدا، ان دور البرد لو احنا تاخرنا في علاجه او ما عالجناهوش صح بيؤدي لمشاكل كبيره. يعني اول ما هو وانا بقول للام كده بقول لها ماشي ميه ورا الطبله عادي مش عامله تقل في السمع مش مشكله، لكن دايما اللي بيحرك الام ان هي ان الولد سمعه تقل، مش ان 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 مناخيره مكتومه، هي عارفه ان مناخيره مكتومه. تبدا بقى انت تلفت نظرها ان الولد ده عنده لحميه والولد ده عنده ميه ورا الطبله، ممكن يحتاج يعمل لحميه وشفط ميه، فهي تبدا تحس ان الموضوع كبر. بس هو مش خطير، لكن لا طبعا الولد مش سامع دي مشكله طبعا، الحضانه المدرسه الحاجات دي استجابته للعلم لا طبعا، فساعتها الام بتتحرك اسرع، يعني حتى ما بتبقاش انت محتاج تجري على المريض، الام هي بتتحرك اسرع، وبس في حالات كتير بياخدوا علاج وبيخفوا. يعني دكتور هل العلاج فيه كذا اختيار، يعني فيه خيارات للعلاج؟ المياه ورا الطبلة أصلا علاج دوائي، بنبدأ في الأول بالأدوية، وزي ما قلنا هي ممكن تقعد لحد شهر ونص لثلاث شهور عادي، المريض بياخد علاج فقط عشان ينشف السوائل، وبيتابع عشان يشوف التحسن، وبيتابع وبيعمل رسم سمع عشان تشوف التحسن. ممكن لو هي اللحمية سبب فأنت بتعمل اللحمية، لكن ممكن يخف عادي تماما بالعلاج وتسيبه خالص تماما، وده في الاغلب في الكبار على فكره. الكبار لو عنده ميه ورا الطبله ده بيجي بعد دور برد، تلاقي كده دور برد، احنا في الكبار بنستحمل دور البرد عادي جدا، لكن تلاقي ودنه كتمت فيجي لك بيبقى فعلا وبياخد علاج وبيخف وبيبقى كويس جدا. مش عايزين برضو نسهل، يعني نخلي الموضوع سهل، لان ساعات بيبقى ارتشاح ورا الطبله في ودن واحده ده في الكبار بالذات بيبقى نتيجه ان في حاجه في البلعوم الانفي، ورم او كلكيعه او حاجه، بتبدا اول اعراضها ان حاجه ميه ورا الطبله في ودن واحده في الغالب، في حاجه قفلت الانف، قفلت القناه دي فسمعت في الود، فبيجي لك المريض بالشكوى دي، فطبعا ده له تدخل تاني وبتاخد عينه وقصه كده، لكن في الاغلب المريض اللي ودنه سمعه تقل لا المفروض هو يتحرك للدكتور يكشف، وطبعا ارتشاح ورا الطبله ده احد الاسباب، بياخد علاج بنسبه زي ما قلنا المعظم بيخف، في ناس بتحتاج تعمل لحميه بس، في ناس بتحتاج تعمل لحمية وشفط للمية، في ناس بتحتاج تعمل لحمية وشفط وتركيب أنابيب. يعني دي لو لا قدر الله العلاج اللي هو الدوائي ما جابش نتيجة نلجأ للعمليات. بالظبط ما خفش أو 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 ونقدر نقول في برضو حاجات تفاصيل صغيرة كده، خد بالك يا هشام يعني مش عايز برضو أنا أخوف الناس، لكن ممكن يبقى تقل السمع شديد قوي، يعني الولد جالك متأخر أصلا
يعني جاي لك لا في فرق، انت رحت عملت له رسم سمع المفروض الولد ده يسمع 100%، لا هو سمع 60%. لا ده خلاص ده يدخل يعمل عمليه، ده كميه الميه ورا الطبله كتيره جدا مش هتخف بالعلاج. فلا فبيسمع وبيبقى جميل. والعمليه بسيطه يا دكتور ولا خطيره؟ يعني العمليات دي كلها عمليات بسيطه. فكره الام برضو ان هي تبقى او الاب ان ابنه داخل يعمل عمليه بتبقى بتخوف انابيب، يعني ايه هتركب انابيب في ودنه؟ ولكن هي حاجات كلها صغيره جدا. الانابيب بتبقى داخليه ولا بيبقى انابيب صغيره، يعني مش عايز اقول احنا بنشيلها في العمليات بنبقى يعني حاطين ايدنا كده، هي بتبقى داخليه مش ظاهره، مش ظاهره خالص جوه في الطبله، والطبله اصلا صغيره، فتخيل انابيبه جوه الطبله يعني قد اصغر من ربع الطبله. فلا طبعا الموضوع صغير جدا وبيسمع فبيبقى كويس جدا، والام بتحس ان هو لا مرتاح، والولد زي ما دخل زي ما خرج ودنه كويسه، اللحميه متشاله خلاص واموره حلوه. انت حضرتك لفت نظر لنقطه مهمه جدا اللي هي بتاعه البرد، يمكن انا عايز اكررها لان هي نقطه خطيره، يعني ممكن حد يجيله دور برد ويخف فيحس خلاص ان مفيش مشكله، بس فكره ان واحد يجيله دور برد ويجي بعد كده بعدها عنده مشكله في السمع سواء كبار او صغيرين، ويمكن الاخطر الصغيرين لان هم دايما ما بيعرفوش يعبروا عن نفسهم. صح. فأنا هنا يعني بقول إن حضرتك بتنصح كل مريض يجيله دور برد ويخرج منه حاسس إن في مشكلة في السمع بتحرك فورا، يعني حضرتك بتقول إن التأخر كمان بيصعب الموضوع أكتر. فكرة دور البرد العادي بتاعنا المصريين اللي هم بيتعايشوا بيه ده تمام، لكن دايما المشاكل بتيجي لما بتستنى دور برد، ففجأة قلب بقى بصداع بصديد في مناخير وبتاع، ادي ده دي مشكلة. قلب بمشاكل في العين، ساعات بنشوف بقى سبب دور برد عنيفة شوية او ميكروب عنيف، السمع بدأ يتقل، لا كل ده جاي من الاول من التهاب بسيط في الانف كان ممكن ناخد له علاج ويخف. لكن طبعا طالما اتنقلت من دور البرد لحاجة تانية سمعك بدأ يتقل، بدأ يبقى في مشكلة ما في اي حاجة، الموضوع ما بقاش على قد كتبة المناخير العادية بتاعتنا، لا طبعا تكشف الموضوع دايما حله في الاول اسهل. يعني دكتور ايه النصيحة العامة اللي حضرتك تقولها للي بيشوفنا ويسمعنا عشان نحافظ على سلامة سمعنا وسلامة الانف؟ ايه النصيحة العامة؟ يعني هو الموضوع طول ما انت متبع الاجراءات العادية للحياة العادية الجميلة. في ناس بيبقى بص خلينا نقول ان السمع ده في ناس شغلانتها هو بيلبس سماعات كتير، دي جي افراح ضرب النار والناس اللي في الجيش والشرطه والحاجات دي، بيشتغل في مصانع بالظبط بالظبط كده بالظبط، يعني لازم يبقى حريص او يبقى بيتابع لو هو حاسس بتقل في السمع ان هو يعمل رسم سمع على فترات او كده، حاسس بزنه في ودنه والحاجات دي. الناس اللي عندها سكر برضو لازم تتابع. قصة الأنف والجيوب الأنفية الـ 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 الوقاية دايما خير من العلاج. ان انا ابعد عن التراب والأفار الحاجات المسببة للحساسية، الناس كتير بتشتكي من الموضوع ده، فالحساسية واتعرض لحاجة معينة في بيئة فيها تراب نسبة عالية الكمامات بالظبط دايما الكمامات اخد علاجي. ناس بتزهق ممكن من العلاج شوية، بس هو الجيوب الأنفية ممكن خد لها حبايه مثلا بالليل بتاعت حساسية او بخاخة وهتبقى جميلة جدا، وطول ما انت عليها بشكل منتظم بتديك نتيجة حلوة، لكن الناس ما بتاخدهاش فيفضل بقى عايش يعني بيشتكي طول الوقت. لكن لا طبعا الوقاية خير من العلاج دايما، ان انا تبعد عن الحاجة اللي بتسبب لك الحساسية وتاخد علاجك وتنتظم عليه هتبقى كويس جدا. ايه اصعب حالة جات لحضرتك؟ مش هنقول اصعب حالة، يعني هي ممكن تبقى تتقال من الحاجات الرخمة، الحاجات فعلا بروحت ساعات بيصعب عليه الطفل مثلا، ساعات تيجي الام تقول لك يا دكتور الواد ده ما بيتكلمش في 6 سنين مثلا او 4 سنين ممكن يبقى اقل ما بيتكلمش. فتقول لها ما هو بيسمع، فتقول لك بيسمع، هي عشان شايفاه بيبص عليها وهو بيتحرك، بيبص على التلفزيون مثلا في حاجه شغاله، فهو عينه متعلقه بالكرتون او كده، او هو شايف الام بتناديله حركه شفايفها فهو بص لها، فهي تبقى معتقده ان هو بيسمع. تقول تشاور تقول له روح هات الكوبايه، فهو بيتحرك وهو بيبقى ما بيسمعش، بيبقى عنده مشكلة ما بيبقاش عمل رسم سمع وهو صغير. ودلوقتي مؤخرا في مصر بقوا بيعملوا على فكرة رسم سمع في كل الوحدات، الموضوع ده عمل طفرة كبيرة جدا يعني في أنقاص طبعا أطفال كتير. انت جايلك الطفل أمه جاية فاكر ان هو بيتكلمش بقى لسان ملتصق، طب لحمية، طب ايه، فجأة انت حولتها لقصة تانية. فجأة تكتشف ان الطفل ده ما بيسمعش، طب ده هيزرع قوقعة، طب ده هيلبس سماعة. صراحة حملة قوية جدا ونقلة كبيرة جدا ان الطفل حديث الولادة لسه مولود نعمل له كشف السمع. بالظبط بالظبط، فرق جدا جدا. ودي من الحاجات، فجأة تلاقي الطفل كبر وربنا بيخليه يكتسب مهارة ان هو يعرف يقرا الشفايف. فساعتها مثلا لو الطفل ده اتأخر ما بقاش بيعرف يتكلم اصلا، هو بس بيقرا الشفايف، ساعتها تبقى عملية زراعة قوقعة مثلا بالنسبة له صعبة. فطبعا اكتشافه من بدري دي من الحاجات اللي هي يعني بتبقى انت يعني صعبان عليك الطفل، فاهمني؟ ولكن لا خلاص يعني ما فيش القلق او اللي هم بيعملوا في الوحدات خلاص. وبنوعي بقى الاهل
الولد ده مش بيبص لك، بتخضش، الباب بيخبط، حاجة رزعت جنبه، مصحيش، معيطش. دي بتبقى من الحالات اللي هي اللي مش هنقول أصعب حاجة لكن بتبقى رخمة قوي يعني، بيصعب عليك. طب لو الأهل حسوا بحاجة زي كده أول حاجة بيتحركوا يروح يكشفوا على يكشفوا على الطفل، يبص على ودانه، ودانه كويسة، يقول للأهل. الكشف الخارجي الكشف الخارجي بيبين إن الشكل التشريحي كويس، وإن الودن مثلا مش مكتومة شمعة أو مش ثقبة أو حاجة. طيب طلع كويس، الدكتور قال لك روح اعمل رسم سمع، لا روح اعمل رسم سمع. في ناس بتكسل بقى أصلا تعمل، بيقول لك لا ده الواد حلو. وهو يعني دي من الحاجات اللي هي بتبقى يعني بتحس ان في تقصير شويه من الاهل في الحته دي. لكن تقصير ما ينفعش في كبير وصغير، ما بال بقى ان هو طفل صغير يعني يخلي الاهل يحسوا بالذنب طول حياتهم ان هم اثروا عليه. انا بقول لك هو دايما احنا بنيجي متاخر، المصريين ما بيجيش كده في الاول دايما. هو كله يعني يمكن دي حاجه عالميه ان احنا بنسيب المرض لحد ما يوصل لاخره. ممكن ليش نظلم المصريين عشان بنزعلش. ايوه ممكن عالميا فعلا الناس بتستحمل او كده، ممكن تستحمل يعني في الم في الضرس فنستنى لما يبوظ خالص. أيوة. مش عارف ايه في عينيا نستنى لما الدنيا تدمر خالص. يا دكتور انا دايما بسعد بلقاء حضرتك. حبيب والله تسلم. بشكرك جدا وبشكر حضرتك على المعلومات دي. نكون قلنا معلومات يعني مفيده دايما للناس دايماً. يعني ويستفيدوا بيها ان شاء الله. بشكرك دكتور. شكرا تسلم. بشكركم شكرا جزيلا، واستنونا في حلقه جديده من ميديكا زون بودكاست.